كيف نعمل خلطة لتعطير خزانة الأحذية؟ نحتاج إلى كمية من الورد المجفف، زيت عطري، قطع ساتان أو حسب ما يتوفر لديكم، أشرطة ملونة. نقوم بداية بإحضار قطعة من الساتان ونضع عليها الورود المجففة. بعد ذلك نقوم برش الورود باستخدام زيت عطري. نغلق قطعة الساتان ثم نربطها بشريط ملون. يمكنك إضافة قطعة من المسك للخليط أو يمكنك تبديله بالعود أو البخور. في النهاية نضعها داخل خزانة الأحذية لتعطي لها رائحة عطرة. هل تعلم أن المسك يتكون في غدة كيسية في بطن نوع من الظباء يسمى غزال المسك، وتوجد هذه الغدة في الذكور فقط؟